عليكم. ايمن ده ايه المفاجاه دي؟ ما قالوا لي بره، بس انا ما ساره كانت معايا ساعه البرنامج بتاع السيارات اللي كنت بعمله. اهلا وسهلا، زي حضرتك. اتفضل اتفضل يا ايمن، تعالى بقى حل لي مشكله الايربيز. ده ايه المفاجاه دي؟ والله هو محمود بيقول لي بره عارف مين معانا جوه، فانا يعني ما جاش في بالي خالص ان انت يعني. بس يا بس انا ما شفتكش. لا طول بقى سلكي شويه عشان انا ما قاليش مفاجأة. ده عاملها لي انا مفاجأة. الله يخليك. المدام بقى ما اعتقدش ان انت شفتيها قبل كده، متهيألي قلتها لك انا في صورة مرة كانت معايا. لا ولا مرة، ولا مرة خالص. هو اصلا ما كنت بتتكلمش على بيتك اصلا كتير لما بقول لك. عرفت ان انت ما شاء الله دلوقتي معاكي آية كمان. اه بس انفصلت بقى. ده من امتى الكلام ده؟ يعني بقالي قد ايه ما كلمتكش؟ والله الموبايل ضاع مني، رقمك زي ما هو لسه الاخراني ده اللي هو ابو ستات كتير ده. هو لا انفصلت انا بقالي سنه كده، بس احسن برضو يعني هركز زي في شغلي وبتاع. انت عارف انا بقرا احساس ابقى ست بيت ده يا ساتر. لا انت ما تنفعيش ست بيت خالص خالص، كله ما شاء الله يعني ما ينفعش. بس انا عرفت دلوقتي سبب طلاقك كان ايه. اكلي انا وحش؟ لا هو مش وحش يعني، بس شويه الاضافات الزياده اللي بتحطيها دي. طب انا بحب الحاجات اللي هي زي التوابل، الحاجات اللي هي الهندي، وانا بسافر بجيب معايا الاكل ده كله على طول، يعني اللي هو البهارات، الحاجات بتاعت الكبسه والاكل اللي هو البرياني والحاجات الهندي دي. ما هي تعلي الاكل مش توحشني. اه طبعا طبعا. متعود عليها عشان بس مش نفس. انت مش متعود عليها دي مشكلتك بقى. شريف كان بيحبها. انت مش متعود عليها دي مشكلتك بقى. لا بس بجد مفاجاه، انت عندك حاجه بعد البرنامج؟ يعني مع المدام مروحين. طب انا عايزه اقعد معاك شويه بس. لو مش انت لسه ساكن في الهرم؟ اه. طيب انت ممكن تاخدي تاكسي لسه بدري يعني. اه سيبهولك واركب تاكسي؟ استحاله. لا يعني شويه كده بس، انا عايزه اتكلم معاه والله في حاجات مهمه وما اقدرش اقابله بعد كده. انا طب عندك ايه متاخر؟ يعني توصل المدام ترجع تاني؟ طب هبقى اديك انا بسيب لك رقم التليفون ونبقى لا ده انا بعد انا كده النهارده يعني هسافر، هقطع شويه وهرجع تاني اكمل. ما ترجعي يا ساره. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ مفاجأة موترة. ايمن اقعد حلو كده، ايه من الكادر؟ ايه يا ايمن انا اللي هقول لك، ده انت اللي كنت بتقول لي اقعد كده افرد ظهرك. كلنا متفقين ان الراجل محتاج الست، والست ما تقدرش تعيش من غير الراجل، والاتنين ما يقدروش يستغنوا عن بعض، وعلشان كل كابل يقدروا يكملوا مع بعض لازم يكون بينهم توافق. في برنامجنا كابل بنشوف اكتر اتنين متوافقين وبيكسبوا رحلة اسبوع لتركيا شامل الاقامة والسفر. ضيفي النهاردة مفاجأة جميلة قوي. ايمن؟ ايه؟ مدام ايه؟ الهام. الحقوني بالاسم على طول عشان انا ما بفتكرش اسماء. هتلاقي انا ما بفتكرش اصلا اسماء، انا ما بفتكرش اسماء خالص، ده انت عشان عارفاك انا في الحته دي بعيد كل شويه. الحقني بالاسم على طول. يلا دي في النهارده مفاجاه جميله. ايمن ومدام الهام، برحب بيكم في البرنامج او في المسابقه. وبسالك بقى يا ايمن، عندك فكره عن المسابقه؟ والله طبعا، هي احنا بس كنا عايزين نغير المكان. لو ينفع نغير البلد اللي احنا مسافرين ده، ننقي براحتنا ولا لا؟ ده تركيا، ده انا شرطه تركيا عشان انا بتكلم تركي، وعشان اكون معاكم ان شاء الله لو كسبتوا. اه ان شاء الله ان شاء الله تكسب. هي عباره عن اسئله بسالها لكم على فقرات، بشوف التطابق في الاجابات، لو كانت الاجابات متطابقه بتكسبوا ان شاء الله رحله لتركيا اسبوع شامل الاقامه والسفر. اعتقد ان احنا كسبناها خلاص من دلوقتي يعني، احنا مدى التطابق بتاعنا كبير قوي يعني. ان شاء الله ان شاء الله. نفسي ان انت تكسب بجد. جاهز يا ايمن؟ جاهز. فاصل وهنرجع تاني مع ايمن ومدام الهام. لا مش عشان اعرفك هكسبك، لا ده في مصداقيه. لا هو يعني حسب التطابق في الاجابات. لا 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 لا, لا. انسى انسى قوي. مش عشان انت اللي يعني ظبطتني طلعت ان انا ابقى حاجه في المجال. ايه ما شاء الله عليك، انت ماليه المكان بجد. اه لا ما اني خسيت. اعتقد ان انت زدتي مش خسيتي، اقل من كده. يا راجل انا كنت ارفع من كده كمان، ده انا تخنت بعد الجواز. هو كده انت معتبره نفسك تخنتي بعد الجواز؟ انا كده ايه ده كده مش تخينه؟ لا يعني مناسبه يعني. والله ما تشوف موضوع تاني غير التوافق. هي البرنامج على التوافق هنخرج منه مش متوافقين يا ايمن، بس تكون عارف ليه. لا بهزر.
انا وبعدين بقى في مشكله الايربيس دي بقى اللي كل شويه تضايقني وتحرجني. شريف البرنامج بتاع السيارات كانت معانا في الكروب بتاع هو شغلنا كده يعني لازم ضغط وتوتر، والضغط زاد والتوتر زاد بوجودك بقى النهارده. خالد عامل ايه؟ كويس الحمد لله. وشهاب ما شاء الله، يعني انت فاكره ده انت بتنسي اسامي الناس لا المعديه. لا الناس المعديه حاجه والناس اللي هنا حاجه تانية. انت عارفني هو تقريبا البرنامج كده يعني يلا استنبول التركيه ده. لا لا يا رب تكسب ان شاء الله، ما تقولش كده. غيروا على المنيا. على منيا اي حاجه قريبه يعني، نشوف المركز الثاني بياخد ايه، شكل المركز الاول كده راح. لا ان شاء الله تكسب، انت شاطر انا عارفاه. ورجعنا لكم تاني مع ايمن ومدام الهام، واول فقره معانا النهارده اسئله لكم انتوا الاثنين. متجوزين بقالكم قد ايه؟ كتير. انا عارفه بس لازم تقول الاجابه. 20 سنه. كتير. متجوزين من 20 سنه بالظبط. اتجوز بدري هو اصلا، يعني عارفه اتخطف كده. ايمن جوازكوا ده جه تقليدي ولا عن حب ولا جه ازاي؟ والله هو كان جاي عن حب يعني. كان عن حب؟ يعني بعد كده مبقاش عن حب؟ لا انا ما قلتش انه بعد كده مبقاش عن حب، انا بقول كان باعتبار ان المده بقى لها فتره طويله يعني. ده كتير قوي. اه. كان عن حب؟ المشاعر اللي بينكم بعد الجواز زادت ولا قلت ولا اتغيرت؟ ولا ممكن تحصل حاجه تغيرها يا استاذ ايمن؟ اتفضلي. اتفضلك يا استاذ ايمن. يعني ما اعتقدش ان في حاجه خالص ممكن تغير الارتباط اللي بيبقى مبني ما بين اتنين، ومبني على اسس متينه فعلا ايا كانت الحاجه دي. وايه راي المدام في السؤال؟ بتزيد طبعا بالعشره. بالعشره؟ لكن الروتين ممكن يقتل الحب صح؟ ده اذا كان في حياتك روتين. اه بس يعني قلت لي كام؟ 20 سنه؟ اه 20 سنه جواز، يعني متهيألي كان في روتين كتير يعني. مع ايمن مفيش روتين طبعا يعني. موافق المدام على الكلام ده؟ لا انا اكتر منها كمان في كده يعني، هو مش مفيش روتين، هو مفيش ريحه روتين حتى. واحد في سنك مثلا ممكن يحب واحده اصغر منه ب 10 سنين؟ مش عارف، انا حاسس هي دي الاسئله اللي مكتوبه عندك في ال يعني دي الاسئله بتاعت البرنامج؟ شور الاسئله بتاعت البرنامج. يعني ممكن بس ما بيبقاش حب يعني، بيبقى مجرد حد الطرف الثاني يتصور ان هو حب، لكن في حقيقه الامور ما الطرف الثاني كان بيتصور ان هو حب، لكن الطرف الاولاني كان بيتخيل ان هي يعني حاجه زي استاذ سارة. بعد اذن حضرتك لو سمحتي التزمي بالسكريبت. بعد اذن حضرتك ده مش سؤال في السكريبت فعلا. يلا انا عايز اخلص الفقره دي. هي الاستاذ سارة اللي هتقوم في حد تاني يعني، في اتنين مذيعين معانا ولا الاستاذ سارة؟ لا يا ايمن انا المذيعه بتاع البرنامج. اغير لك المذيعه لو مش عايز. لا انا بس اصل لقيت الناس سكتت فجاه فانا استغربت يعني الناس يعني لما اقول انا جاهزه الناس بتبتدي. دلوقتي هنسال مدام الهام شويه اسئله، بس ايمن مش هيكون معانا، هيرجع لنا بعد الفقره دي. فاصل وهنرجع تاني. ايمن انت مش معانا الفقره دي ليه؟ مش فاهم. لا عشان انا هسالها اسئله دلوقتي وانت هتكون معايا الفقره اللي بعدها، وهشوف تطابق الاجابات ما بين اجاباتك اجابات مدام الهام. برضه انت اللي هتقولي نفس الاسئله؟ لا ايمن مش عاجباك انا ولا ايه؟ تغيرني يعني ولا لا؟ بس يعني خلينا مرتبطين شويه بالسكريبت علشان ما نخرجش بره الموضوع. انا شايف لا ما تقلقش وانت معاهم في البي ار، يبقى القي نظره على الفقره واعرف الاسئله اللي انا هسالها للمدام بالظبط. في مانع ان انا اشوفها طيب ولا انت قلقان من ايه؟ انا مش قادره افهم. مش قلقان بس اصل يعني ما فيش برنامج بيتخانق يعني. انا مش فاهمه يعني. راحتك على الله. والله بجد انت قلقان من ايه؟ ما تخافش مش هتجاوز عن الفقره يا ايمن، هلتزم بالنص. ورجعنا لكم تاني مع مدام الهام وفقره ايه ومين وامتى. مدام الهام، مين بيحب التاني اكتر، واكتر حاجه بتحبيها في جوزك؟ كل حاجه بحبها في ايمن، مفيش حاجه ما بحبهاش فيها. ومين بيحب التاني اكتر؟ والله مش عارفه. لا لازم تجاوبيها. بحب اكتر من بعض، مش عارفه صعب. انا بحس ان انا بحبه اكتر. لا مين بيحب التاني اكتر؟ اوكي يبقى انا. امتى اخر مره قال لك بحبك فيها؟ كتير يعني، على طول يعني. يعني اخر مره بالظبط بالظبط امتى؟ بصي هي صعب قوي ان انا احدد بالظبط بالظبط امتى، عشان انا طول ما بشوف ايمن بقول له بحبك ايمن يعني ببغته بالموضوع وهو بيرد عليا. اذا كان في كابل بعد سنتين او ثلاثه جواز ما
ما كانوش بيقولوا كلمه بحبك دي بعد 20 سنه جواز لسه بتقولوا لبعض بحبك؟ والله يوميا. يوميا. تمام. فاصل وهنرجع تاني مع ايمن ومدام الهام. حد ينده ايمن؟ مش مصدقني انت. لا مش هينفع تغششوا بعض الاجابات عشان هسأله نفس الاسئله الفقره دي. اوكي هو هتسألك. ليه اعطى ليه صراحه مره لو تفتكري كل اللي سجلناه ما طلعش اصلا، فما توتريش الناس عشان ما يحصلش حاجه زي كده. خدي الامور ببساطه شويه، يعني عادي عادي، الناس اكيد كلها بيحصل فيها غلطات. بفكرك ان احنا مره كل التسجيل اللي سجلناه ساعه برنامج السيارات كله باظ، ف واحده واحده عليهم عشان الامور ما تزيدش. يا ايمن انت عارف انا لما بتشد وبتوتر الدنيا كلها، يعني مفترض ان انت. طب اقول لك على حاجه، انت مش فاكر موقف كده حصل؟ انا مش اللي خلاني افتكرت الموقف ده اصلا. فاكر لما كنت بتعلمني السواقه؟ على 127 فاكر. انا بدل ما ادوس فرامل رجعت بيه ورا كنت هخبطه. يلا استنى بقى. اه والله موقف كوميدي قوي. لا بجد كان موقف كوميدي فعلا. بس هو انت حلو، انا بحب فيك انت بتمتص الصدمات. قلت لي انت حاجه في العربيه بتعمل كده يا ستي. الراجل قال استنى بقى. سست سست. يلا بعد اذنك. اتفضلي. يلا انا ما بعرفش اشتغل في التوتر ده. اسفين يا جماعه معلش. ولا يهمك. ومين الموتر مين؟ يعني هي متوتره ليه اساسا؟ يعني ليه يا ساره انت متوتره؟ المفروض ضيف ولا متوتر؟ لما انت مذيعه ليه متوتره؟ يعني في حاجه النهارده متغيره؟ في حاجه موتراني؟ يعني ايمن في المكان اللي انا فيه مش حاجه توتر بس كده؟ هنسيب الحلقه وهنتكلم عن التوتر وايمن وكده، خلينا في موضوع حلقتنا عشان الموضوع يخلص. ما هو كده الناس دي برضو. اه بالظبط. انا مش عايزه افتكر، مش عايزه اتكلم قدام الناس، بس انا ليا قاعده معاك عن اذنك، يعني ربع ساعه ان شاء الله. ربع ساعه بس. لا لينا قاعده باذنك. ما انت شكلك متوتر اصلا مش عارف ليه. ما تخافش انا حد كويس قوي، يعني حد كفر. يلا يا استاذه ساره بعد اذنك. حاضر حاضر. يلا بينا. يلا خلينا نخلص الحلقه دي. يلا بقى. يلا يلا اتفضل. ورجعنا لكم تاني مع ايمن ومدام الهام، ودلوقتي ايمن دخل لنا وهنساله نفس الاسئله ونشوف التطابق في اجاباته واجابات مدام الهام. ايمن، مين بيحب التاني اكتر، واكتر حاجه بتحبها في المدام؟ انا بحب المدام اكبر حب في الدنيا، هي بالنسبه لي كل حياتي، فانا اللي بحبها اكتر. امتى اخر مره قلت لها بحبك فيها؟ يعني كتير جدا، من كترهم ما افتكرش اخر مره قلتها لها امتى. يعني ما بتعديش اي فرصه من غير ما اقولها لها، ومن قلبي. لا ده بيستفزني. لا ده بيستفزني بجد. ايمن في ايه؟ في ايه؟ الحلقه هتبوظ مني، الحلقه هتبوظ مني. ارجوك قعد المدام. لا لا مدام من فضلك معلش. ام سوري ام سوري ام سوري ام سوري ام سوري ام سوري. ما خلاص انا اسفه، انا اسفه معلش. انا المفروض ما اطلعش بره معلش. انا اسفه. ايمن من فضلك، ايمن من فضلك معلش، عشان الحلقه هتبوظ مني. خلص الحلقه وامشي. خلص الحلقه وامشي. الموضوع مش لسه. ايمن من فضلك، عايزين ايه مني؟ طب معلش ممكن اوكي اوكي ثانيه واحده وارجع لك تاني. ايه ايه كل شويه يا ساره يا ساره؟ في ايه؟ مالها ساره النهارده؟ في ايه يا محمود؟ عايز على خلاصيه شويه. في ايه يا واضح ان هي معكش هنا اصلا، مش ماليش دعوه بالموضوع بتاعك دي خالص. موضوع مجرد معرفه عاديه جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه، كانت لنا وخلاص. مش حاجه يعني، مش حاجه اوفر اكتر من كده. هو لسه خد الامور ابسط من كده. انت مالك انت؟ انا ايه درجه التوتر دي؟ احنا كلنا هن ايوه. انا عايز اروح. مش معنى بس يعني في حوالي انت تعمل زيها في 100 واحد قاعدين. خلص دورنا نروح يعني. هو يفترض ان مده الحلقه دي قد ايه؟ المفروض فات منها قد ايه؟ بس عشان كده هو معلش، هو مين المخرج هنا؟ مين المخرج في الجروب ده؟ استاذ حسام؟ طب بعت اجيب لك محمود يا استاذ. بس حسام معلش، وهدي الأنسة ساره شويه، ومدام ساره معلش، علشان انا شايفها النهارده واضح ان في لود عليها. انت ضغط عليها في حاجه؟ حد ضغط عليها النهارده؟ مفيش حاجه، كله تمام. احنا بنعتذر للمدام، هي داخله حالا. وبعدين معلش يا ريت تخلي الايقاع اسرع من كده، لان فاضل ايه مثلا 5 دقايق ولا حاجه في الحلقه؟ اه ان شاء الله. طب معلش خلي الايقاع اسرع من كده شويه.
تاكس. سارة انت مكملة في المهنة من ساعتها ولا انت رجعت لها تاني؟ كنت سبتيها فترة ورجعتي؟ لا انا مكملة. طب لو مكملة يفترض ان اهم حاجة عند المذيع ان الحلقة تخرج بسلام. خدي انا ما انا بقول لك كده، انا فاجئت المدام رمت المايك على الارض ولا عاملة اعتبار المذيعة اللي موجودة ولا اي حاجة. ما هو انت اسلوبك غريب يعني. لا مش اسلوبي مش غريب، حد عايز البرنامج يكمل، ده انت كانك انت اللي عايزة البرنامج يبوظ. انت ضايقتي مني ليه دلوقتي؟ انا مش فاهمة يعني. بالراحة هنتكلم مع بعض كاتنين ستات. سيبك من ايمن خالص، سيبك من الناس دي كمان. افصل افصل دلوقتي، افصله. لا لا ما تفصلش، انجز، عايزه اروح. لا هسالك سؤال بس، معلش. انت ضايقتي مني ليه دلوقتي؟ ما ضايقتش، انجزي انت وخلصي. يعني انا بتكلم عادي، بسال اسئله عاديه، لقيتك فجاه انت مش شايفه نفسك. يعني نجيب لها مرايه هنا يا جماعه عشان تعكس شويه او شاشه. مدام الهام، انا عايز اقول لك على حاجه. انت ذوق جدا، لا ذوق جدا بجد، ان انت استحملتيني على كل اللي انا عملته فيكي ده، وعملت فيكي المقلب ده انا وجوزك استاذ ايمن، واحنا كنا في برنامج مراتي في ورقه.